حياكم الله إلى ما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أعلنت منظمة أوبك بلس انخفاض إنتاج الدول الأعضاء في 13 في المنظمة من النفط في شهر نيسان الماضي بمقدار 191 ألف برميل يوميا بفعل انخفاض إنتاج العراق ونيجيريا، فيما كانت السعودية أكثر دول المنظمة رفعا لإنتاجها. وبحسب تقرير شهر أيار الصادر عن المنظمة، فإن أكبر الانخفاضات جاءت أولا من العراق، إذ انخفض إنتاجه النفطي إلى أكثر من 203 آلاف برميل يوميا. وأوضح التقرير أن أكثر الدول ارتفاعا في إنتاجها النفطي لشهر نيسان الماضي كانت السعودية بارتفاع بلغ 95 ألف برميل يوميا. وتوقعت المنظمة أن ينخفض نمو الطلب على النفط عالميا بمقدار 500 ألف برميل يوميا في عام 2023. قالت مديرية زراعة ديالا إن إنتاج القمح للموسم الحالي في المحافظة سيتجاوز 230 ألف طن رغم تقليص الخطة الشتوية وتذبذبها طيلة السنوات الثلاث الأخيرة بسبب أزمة المياه. وأشارت المديرية إلى بدء تسليم مستحقات المزارعين وفق جدول وآلية مسبقة، لكنها أقرت بأن خطتها الشتوية ب 260 ألف دونم للموسم الشتوي مرتبطة بالموقف المائي وخطط التنسيق بين الزراعة والموارد المائية. ويعاني العراق من تراجع الزراعة وعزوف معظم المزارعين عن هذه المهنة، إضافة إلى نزوحهم من مناطقهم بسبب الجفاف والإهمال الحكومي. أفادت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة بأن استمرار إغلاق المعابر سيلحق خسائر مالية مباشرة وغير مباشرة في اقتصاد غزة تصل إلى أكثر من 13 مليون دولار. وقال رئيس جمعية رجال الأعمال أحمد أبو عيدة، قال إن استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم الشريان الرئيس لدخول البضائع والمواد الغذائية إلى القطاع يمثل عقابا جماعيا سيزيد المعاناة الإنسانية في غزة ويلحق الضرر بالقطاعات التجارية والصناعية والزراعية ويهدد عمل محطة توليد الكهرباء نتيجة عدم دخول الوقود اللازم لتشغيلها. قالت محكمة المدققين الأوروبيين إن المشرفين التابعين للبنك المركزي الأوروبي يتساهلون عادة مع البنوك فيما يتعلق بإدارة مخاطر الائتمان. وأضافت المحكمة أن البنك المركزي الأوروبي لا يطبق قواعده بشكل متسق ويتساهل مع البنوك ذات المخاطر الأعلى ويتخذ وقتا أطول من اللازم لاتخاذ قرارات تتعلق برأس المال ولا يكون لديه دائما العدد الكافي من الموظفين موظفي الإشراف للقيام بالمهام الموكلة إليهم. حذر صندوق النقد الدولي من عدم قدرة الولايات المتحدة على سداد ديونها لأن تخلفها سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي. وأكد الصندوق أن تخلف واشنطن عن سداد ديونها سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي وارتفاع تكاليف الاقتراض وعدم الاستقرار على نطاق واسع. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن صندوق النقد قرع ناقوس الخطر قبل الموعد النهائي الذي يقترب بسرعة للمشرعين الأمريكيين لتعليق أو الموافقة على رفع سقف ديون الحكومة الأمريكية الهائل. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.